أسبرين. إعداد وتقديم هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2016. بين فرانسوا فيون ودونالد ترامب، حال أوروبا مع بوتين وترامب. خلونا نسمع شوالة الصحف لها الأسبوع. بفقرتنا بحلقة اليوم هو مقال الكاتب عبدالله المعلمي بصحيفة العرب بعنوان واشنطن وطهران وحوار طرشان. والله هو فعلا حوار طرشان. يقول الكاتب انه اكد خطيب جمعة طهران آية الله موحدي كرماني انه لا ضرورة للتفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية المشاكل، ولفت الانتباه الى كذب ونكث الوعود الامريكية عبر الاتفاق النووي. هذا التصريح جاء وكأن ملال ايران بمرتبة الصحابة رضي الله عنهم في الصراحة والصدق والامانة. يعني الرئيس الأمريكي طبعا باراك أوباما في هذا الوقت على غير عادته رد الصاع صاعين، أعلن أنه اتخذ قرار بتمديد عمل الحظر الأمريكي أحادي الجانب ضد إيران لمدة سنة واحدة. طبعا يبدو أنه ردة الفعل لواشنطن جاءت على خلفية استمرار طهران باللف والدوران، لسيما في أنه العلاقات مع إيران لم يتم تطبيعها إلى الآن، هو اتفاق نووي يعني فقط. بيقول الكاتب في أكتوبر عام 1979 استضافت واشنطن شاه إيران على أراضيها لتلقي العلاج. بعد وصول الشاه للولايات المتحدة بأيام قليلة، قام طلاب إيرانيون بالهجوم على السفارة الأمريكية في طهران وقبضوا على 90 رهينة مطالبين بتأييد من الخميني بتسليم الشاه مقابل الإفراج عن الرهائن. كلنا نعلم الصفقة الإيرانية الأمريكية التي تمت بعد ذلك. في سبتمبر عام 2013 أجرى الرئيس روحاني مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، استؤنفت بعدها العلاقات الدبلوماسية بحذر واضح وعدم الثقة والتشكيك من كلا البلدين. طهران لن تنسى دعم الولايات المتحدة للانقلاب على حكومة محمد مصدق، أما واشنطن فهي قطعا لن تنسى قضية رهائن سفارتها، خاصة أن الإيرانيين يحتفلون بذكرى الهجوم على السفارة كل عام مرددين هتافات وشعارات قص ولصق، يعني كوبي بيست، معادية لأمريكا مع الحرص على إحراق العلم الأمريكي في تلك المناسبة. لكن ماذا عن جيران إيران؟ السلطات الأمنية الأفغانية المدعومة من واشنطن اتهمت إيران بتقديم شكوى أو بتقديم عفوا الدعم العسكري واللوجستي لحركة طالبان اللي صعدت من عملياتها ضد الشعب الأفغاني في مختلف المناطق الأفغانية. إيران دائما ما استمرت بالكذب. في تصريح للمتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة النووية كان اسمه بهروز كامالوندي بأنه طهران تلتزم بالاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت هذا الأسبوع أنه طهران تجاوزت بحوالي 100 كيلو السقف المحدد الذي ينص عليه الاتفاق ب 130 طن زائد على مخزون الماء الثقيل. طبعا رد واشنطن جاء سريع. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قرار يمنع بيع طائرات بوينغ لإيران، رغم الجدل بين معارضين للاتفاق مع إيران من الجمهوريين ومؤيديه من الحزب الديمقراطي. ناهيك عن ما يروج الآن من قبل دونالد ترامب رئيس المنتخب وأيضا القيادات الذين يعينهم في مناصب، معظم القيادات منهم وزير الدفاع الذي يعني يكره إيران ويرى إيران هي الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط. ناهيكم أيضا عن قويل ترامب أنه سيمزق الاتفاق النووي وأنه يعارض هذا الاتفاق ويصفه بأنه لغو أو
اتفاق ليس له من الصحة، لا وبل أيضا يشعر بأن الولايات المتحدة هي الطرف المظلوم في هذا الاتفاق. القرار طبعا اللي منع إصدار طائرات بوينغ لإيران هو قرار ينص على منع إصدار أي تراخيص أيضا لترخيص للبنوك الأمريكية للتعاملات التجارية من قبل شركات الطيران الأمريكية مع إيران. طبعا هذا ليس كل شيء، كما قلنا الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أكد أن المجلس سيصوت لتجديد العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات إضافية قبل أن يرفع جلساته الشهر المقبل، وسيرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث سيوقع عليه الرئيس باراك أوباما في ليصبح قانون نافذ. تاريخ حوار الطرشان كما يقوله الكاتب، بيقول الكاتب هون تاريخ حوار الطرشان الأمريكي الإيراني حافل بالأحداث. في إبريل عام 2014 رفضت واشنطن إعطاء تأشيرة دخول للسفير الإيراني حامد أبو طالبي إلى الأمم المتحدة في نيويورك بدعوى مشاركته في الهجوم على السفارة الأمريكية في عام 1979. كذلك صوت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع على تمديد قانون العقوبات على إيران لعشر سنوات بأغلبية 419 صوتا بالولايات المتحدة، قد تصافح أعدائها لكنها لا تنسى الإساءة، وهو فعلا دونالد ترامب ربما يقول، البعض قال بأنه هذا التصريح بتمزيق الاتفاق النووي أو نص الاتفاق النووي ولم يعدو كونه عبارة عن كلام في خطابات سياسية من أجل النجاح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن ما يبدو جليا وواضحا أنه من خلال التعيينات الجديدة أو من خلال ما تكشف عنه الصحف الأمريكية من ممن يعني دونالد ترامب حط عينه أو حط عينه عليهم في مجلس الشيوخ أو البنتاغون أو في وزارة الدفاع، هم جمهوريين بحت، يعني كرهن لإيران بشكل غير طبيعي. بس منستغرب أحيانا أن الجمهوريين بيكرهوا إيران، لأنه على أيام جورج بوش الابن الجمهوري كان هذا الرجل يعني مصادق لإيران، والدليل أنه سلم العراق لإيران بعد ما انسحب، أو مو بعد ما انسحب، أثناء وجوده حتى. فصل من الرجل. مقالنا بحلقة اليوم هو مقال الكاتب عمر قدور بصحيفة المدن بعنوان جردة حساب على أبواب حلب. بيقول الكاتب، قال مسؤول في البيت الأبيض أن رئيسه أوباما والرئيس الروسي بوتين قد تحدثا لمدة 4 دقائق عن سوريا وأوكرانيا خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أبيك. نعم، 4 دقائق فقط للحديث عن ملفي سوريا وأوكرانيا، ربما تكفي 4 دقائق. يعني ما بيلزم بوتين ولا بيلزم أوباما أنه يحكوا مع بعض أكثر، خاصة أنه أوباما الآن هو مغادر للبيت الأبيض ومغادر للسلطة في الولايات المتحدة. بوتين يحترم القوي، يعني مو مدحا ببوتين، هو سفاح وقاتل، لكن هو يحترم القوي. ولن يعني الحديث تبع 4 دقائق أنه يلا شفناك بخير إن شاء الله ودير بالك على حالك، يعني أكثر منه أنه والله حديث عن ملفي سوريا وأوكرانيا. أنا متأكد، أو البعض بيقول، أو البعض متأكد وبيقول أنه فلاديمير بوتين أكيد حكى لأوباما أنه بس حكى لأوباما عن الملف السوري، أكيد حكى له فلاديمير بوتين أنه أنا والله موجود، يعني خلص حكيت مع دونالد ترامب، ما في داعي لنحكي عن الملف السوري، راح نتابعه مع خلفك. كل ما نقوله طبعا عن تواطؤ أو صمت دولي سواء أمريكي أو غيره، بما أنه أمريكا هي الساحة الدولية تعتبر، لا يشفع لمجمل ممارسات الروس أو لمجمل ممارساتهم في سوريا. بيقول الكاتب وبيتهم المعارضة هون، بيقول لا يشفع ذلك لمجمل ممارسات المعارضة التي ساهمت في إيصال الحال إلى ما وصل عليه. المسألة لا تتعلق الآن بنقد عمومي وجه إليها، وهي بالأحرى جردة حساب واجبة لا ينتظر أن تقدم عليهم تلقاء نفسها. رغم عوامل الأسى التي يخلفها الهجوم الوحشي غير المسبوق على حلب أو بسبب ذلك تحديدا، تبدو جردة الحساب ضرورية ولا يكتفي،
أو يكفي بتاتا تحميل المجزرة على ظروف قاهرة أقوى من المعارضة، مع الإقرار بتعرض جميع السوريين لما يفوق طاقتهم أحيانا. أولا بيقول الكاتب مفاجأة، أولا لا مفاجأة فيما يحصل الآن في حلب وسواها، ومن يدعي وقوعه ضحية مفاجأة عليه الاستقالة أو الاستقالة والاعتذار لانعدام الكفاءة. كان كثر ومنهم كاتب هذه السطور قد حذروا منذ مدة طويلة من أن خط التنازل البياني لإدارة أوباما سيصل إلى ترك الساحة لتستفرد بها المافيا الروسية وتطبق فيها أو تطبق فيها مثال غروزني. كان معلوما أيضا أن موعد المجزرة أي في الأشهر الأخيرة من عمر إدارة أوباما، حيث يمكن للأخير التنصل من مسؤولياته في الفترة الانتقالية. الذين كتبوا ونشروا هذه التوقعات استنتجوها من سياق الواقع ولا يملكون قنوات الاتصال التي يفترض بالمعارضة امتلاكها، ويفترض تاليا أنها على بينة أكثر منهم بما سيحدث باستثناء وقوع المعارضة ضحية خداع تحاسب عليه، أو هذا مرجح خداعها لنفسها، الأمر الذي يضاعف من شدة المحاسبة. ماذا تريدون من المعارضة يعني؟ ماذا تريدون من المعارضة؟ المعارضة حاولت دائما ومرارا وتكرارا أن تنشئ قنوات اتصال مع كل من الولايات المتحدة ومع ما يسمى الآن أصدقاء الشعب السوري في كل من المؤتمرات الآن، وتحاول وتشبك مع الجميع يعني. لكن هل هذا السؤال دائما الذي كنا نسأله، هل تعاني المعارضة السورية من القبول أو من شيء اسمه القبول من المجتمع الدولي؟ ماذا ينبغي على المعارضة فعله كي تحظى بهذا القبول؟ هل عليها أن ترتكب جرائم حرب كما يرتكب النظام؟ هل عليها تدمير كل شيء كما يفعل النظام؟ هل هذا ما يمكن أن ينفع المعارضة السورية المعتدلة؟ هل هذا ما ينفع المعارضة السياسية؟ أن تكون أن تضرب جميع المدن السورية؟ هي تكتفي فقط بالدفاع عن البلدان، تكتفي بتحرير المدن السورية. بيقول الكاتب يصادف مع الهجوم الوحشي على حلب أن ينشر عميد مشق كلاما عن مفاوضات التسليح مع مندوبين أمريكيين، منوها اعتراضه آنذاك على نوعية التسليح التي لا يمكن لها إحراز النصر على النظام، ومن ثم فأنها تساهم فقط في الخراب والدمار. إذن كان علينا الانتصار أو الانتظار حتى هذه اللحظة البائسة ليكشف أحدهم ما كنا نعرفه. ولا ندري لماذا لم يظهر إلى الإعلام أحد من القادة السياسيين والعسكريين لمكاشفة السوريين بحقائق التسليح. هي ليست من الأسرار التي يخشى كشفها لألا يستفيد منها النظام مع معرفة الأخير وحلفائه بكم من المعلومات أخطر وأدهى، لكن ألدها حقا هو ما لا يقوله العميد المشق في حال أو عن حال مخيم العسكر المشقين في تركيا، وعن التحزبات والخلافات الصغيرة والتافهة بين العسكر، الخلافات التي استنزفت جهدا مستمرا من البلد المضيف لحلها كل من دلعت، وهو بصفاته مساهما فيها لا يقول شيئا عن دوره ولا يقدم اعتذارا عنها، ما يقدمه هو فقط بيان قصير لتبرئة ذمته فحسب. يصادف طبعا نشر هذا التسجيل أو التسجيل للمعارض السوري يروي فيه كيف أن معارضين آخرون أو آخرين صمتوا أمام لافروف عندما سألهم عما إذا كان لهم مونة أو موني على الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للنظام كي يتولوا قيادتها في حال سقوطه. بالطبع ثمة إجابات أفضل من الصمت أو الوقوع فقط تحت خيار الإجابة، هذا ما كنا نتكلم عنه في حلقات سابقة. هل المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري تتمتع بالقبول؟ لافروف حاول إيقاع المعارضة بهذا السؤال، إذا ذهب النظام هل لديكم أي مونة أو هل لديكم أي سلطة أو ربما أي قبول من قبل المحليين لكي تحكموا هذه البلاد؟ ماذا جاوب المعارضون أو ماذا جاوبت المعارضة؟ هو فخ قذر حاول أن يستدرجهم إليه. نعم سنجيب على ذلك، نجيب لافروف على ذلك، نعم لدينا مونة وليس سلطة، لدينا مونة على الشعب السوري، يعني ليس لدينا مونة على هؤلاء. من هم هؤلاء الذين تريد لنا أن تكون لنا مونة عليهم؟ هؤلاء القتلة السفاحين الذين اعتقلوا الشعب السوري، الذين زجوه في السجون، أكثر من 5 ملايين نازح في الداخل السوري، وأكثر من 1 مليون محاصر، وأكثر أيضا من 5 ملايين لاجئ، هذا وأكثر أيضا من 600,000 شهيد. يعني هذه الأرقام ليست من عندي، يعني
هل هؤلاء الذين تسببوا بفعل كل ذلك تريد أن تكون لنا مونة عليهم؟ لو قلنا مونة عليهم يعني كنا حليناها سلمية. لما طلعنا مظاهرات سلمية واجهونا بالسلاح، لو قلنا مونة عليهم كان ما أطلقوا علينا النار. فعن أي أشخاص تتحدث يعني؟ كان ما صار هالشي هذا كلياته الآن بسوريا. سؤال أساسي عن المتسبب في الوصول إلى هذا الوضع، إلى الانفصال التام بين المستويين السياسي والعسكري. البعض يقول لي ماذا سكتت المعارضة السياسية عن تمرير قضايا التسليح خارج مشاركتها، وكيف لها أن تشغل موقع محترم في أي مفاوضات وهي لا تستند إلى أقل حجم من القوى الفعلية على الأرض؟ هذا ما افترضنا أن لديها بعضا من الشرعية المستمدة من التمسك بأهداف الثورة، وإذا تغاضينا عن كافة المآخذ إزاء سلوكيات قادتها وقبلها إزاء صحة تمثيلها. ربما كمان أيضا على الصعيد الميداني من حقنا التساؤل عن التهاون والاسترخاء عندما كان النظام في لحظة أو لحظة ضعفه، وعندما لم يعد مسيطرا سوى على 30% من الأراضي. لم ينقلب الحال في لحظة بسبب الدعم الإيراني والروسي غير المحدود، فالكفة أخذت تميل تدريجيا لصالح النظام. يعني هذا كان فعلا صحيح، وكان هذا التصدي يوفر الكلفة الباهظة لمحاولة فك الحصار فيما بعد. هناك تراخي، كان هناك تراخي من المعارضة العسكرية، نعم. هناك أسئلة عديدة عن المحاولة الثانية لفك الحصار. على أي ميزان قوى كانت تستند؟ نحن نقول بأن المعارضة السياسية العسكرية تفتقر إلى نوعية السلاح، ليس بسببها بل بسبب الداعمين لها. يعني دعونا لا نصب جام غضبنا أو جام الغضب على هؤلاء الذين الآن هم تحت القذائف وتحت قصف الطائرات، وكل يوم يسقط منهم شهيد واثنين وثلاثة وعشرة في سبيل فك حصار عن أهلهم المحاصرين في أحياء حلب الشرقية. هناك أطفال يسعون بكل ما لديهم حتى بالحجارة لكي يفكوا الحصار عنهم. دعونا لا نتساءل ونضع أنفسنا والله موضع الناقد عن هؤلاء. الأفضل أنه بدل ما ننقد نكون معهم هنيك، نكون مع هؤلاء الذين يعني كانوا على خطوط الجبهات، كانوا يواجهون مخاوفهم يعني قبل أن يقدموا على مسك السلاح. أيضا 40 سنة هدول أو 50 سنة هدول تحت حكم النظام، يعني بيوم وليلة أنه الأشخاص تتغير بعد كل هالقمع والتعذيب، هذا إنجاز عظيم بأنه تخلصوا من هاي المخاوف. مع الأسف أقل ما يمكن أنه نحكي عنه أنه بعض الكتاب وبعض السياسيين وبعض من يدعون أنفسهم نقاد وما إلى ذلك، بننقد بشغلة واحدة، عندما تكون المعارضة العسكرية السورية ضد هؤلاء المدنيين، ليس عندما يفنون أرواحهم من أجل هؤلاء المدنيين. مين ضربهم على إيدهم؟ مين ضربهم على إيدهم؟ هلأ الحدود مفتوحة، هلأ بيقدروا يسحبوا حالهم ويهربوا ويطلعوا ويفلوا. مين ضربهم على إيدهم غير التزامهم بواجبهم أول شيء الديني، وواجبهم الآخر هو الشرعي والإنساني والديمقراطي. قل ما شئت، ألا يكون هذا بمصطلح الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بمصطلح حقوق الإنسان، ألا يعتبر ذلك واجبا إنسانيا أن تحمي وتدافع عن الأطفال المحاصرين وأن تفك الحصار عنهم بأي وسيلة؟ ألا يعتبر ذلك؟ دعونا لا ننقد، دعونا نقول شكرا لهذه المعارضة التي الآن تحاول أن تفك الحصار عن هؤلاء المدنيين بعد هذا التخاذل الدولي الذي لم يكتفي سوى فقط بالتنديدات الخجولة، هي أقرب إلى التواطؤ منها إلى التراجع. يعني فاصل ونعود. بفقرتنا الثانية مقال الكاتب بدر الإبراهيم بصحيفة العربي الجديد بعنوان أثر الانكفاء الأمريكي. يعني أثره كبيرة، لكن أثر الانكفاء الأمريكي هل هو على منطقتنا له جم أو له من الأثار ما على الانكفاء الأمريكي مع الأوروبيين؟ بيقول الكاتب إذا كان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئيسية
أو الرئاسية عفوا الأمريكية ردا مضادا للعولمة كونها انخراطا واسعا في التجارة العالمية وانشغالا بالقضايا والأزمات الدولية، فأن سياسة ترامب المتوقعة ستكون هي عبارة عن مزيد من الانكفاء إلى الحدود الأمريكية. ويمثل خطاب ترامب المنتمي إلى حالة قومية شعبوية ما بات يعرف باليمين البديل المتمدد في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، والذي يشير إلى حجم الضرر الذي لحق بالمستفيد الأكبر من العولمة جراء الاندماج فيها. فأمريكا بالذات هي راعي العولمة وأكبر المنتفعين منها، لكن المنفعة اقتصرت على فئة محددة تركزت فيها الثروة، فيما خسرت شرائح واسعة بفعل الرأسمالية المعولمة فانتفضت ضد الطبقة الحاكمة لتنتخب ترامب. البعض يقول بأنه العولمة الآن أو هناك ردة فعل ضد العولمة تتخذ شكل قومي انعزالي يعود إلى الدولة القومية وحماية المصالح. دونالد ترامب كان بيحكي بمقابلة مع إحدى القنوات بأنه هل ستبني جدارا مع المكسيك، هل ستفعل كل ما قلته أثناء حملتك الانتخابية؟ قال نعم سأفعل ذلك وسألوم شمل هذه الدولة. هو تفكير فعلا يعود إلى شكل القومية الانعزالية وإلى الدولة القومية وحماية المصالح بدل من الانخراط في تكتلات فوق أو على حساب المصالح أو على حساب الأمة. هذه ردة الفعل بتوجهاتها تذهب ضد المهاجرين الأقليات، وستصنع كتل اجتماعية كبيرة لها، ربما ستسمى لاحقا بتكتلات انفصالية، وهو ما يحدث في عدة ولايات تهدد بالانفصال في حال استمر دونالد ترامب في سياسته أو في حال استمر بالرئاسة. كيف تترجم حالة ترامب في السياسة الخارجية الأمريكية؟ هناك تحولات أمريكية كبيرة واضحة في عهد أوباما عندما قام بنقلة في السياسة الخارجية الأمريكية تختلف عن عهد سلفه جورج بوش الابن، وتقوم على الحد من المغامرات العسكرية، وتقوم أيضا على الحد من التعاطي مع بقية الدول والانكفاء والانعزال أيضا ومحاولة الانشغال بالدولة. يعني كان أوباما يريد أن يكون الوضع مستتب، لا يريد أن يغامر كثيرا لا في أوروبا ولا في الشرق الأوسط العربي. نلاحظ مثلا يعني أوباما في حديثه المطول مع عدة مسؤولين، مجلة The Atlantic طبعا نشرت مقال بعنوان عقيدة أوباما، انتقد فيه حلفاء الأوروبيين لعدم تحميلهم أو تحملهم المسؤولية بشكل كاف في أثناء تدخل حلف شمال الأطلسي الناتو في ليبيا، كما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأنه استنكف عن تحمل المسؤولية في سوريا وإرسال جيشه إلى هناك. ويشير هذا النقد إلى إحباط أوباما من الحلفاء الذين يجب أن يتحملوا الأعباء والمسؤوليات ويقوموا بدورهم بدلا من مطالبة أمريكا بعمل شيء. يعني بيقول لهم بالمشرمحي أمريكا ليست شرطي دولي. هذه إدارة أوباما التي طبعا ظلت تتدخل وتوجه وترسم الخطوط العريضة وتشجع حلفائها على المضي قدما، لكن بدون أن تفعل هي شيء. يعني أوباما عندما انتقد الأوروبيين لم يفعل شيء، إنما كان يحاول أن يتحرر من الحلفاء الأوروبيين ويقول لهم نحن لسنا شرطي دولي، نحن لا نستطيع أن نفعل لكم كل شيء. من الصعب القول الآن أنه رؤية دونالد ترامب أيضا في السياسة الخارجية واضحة تماما، أو هل ستشابه جورج بوش أو ستشابه باراك أوباما، أم هي سياسة كما قلنا تتخذ شكلا قوميا انعزاليا إلى الدولة القومية وحماية المصالح، وأي شيء أو أي حدا بده شيء من أمريكا يروح يدفع لأمريكا مثل السعوديين أو مثل مطالبة السعوديين. المتوقع الآن بيقول الكاتب، المتوقع أن يساهم ترامب بعد التسوية مع المؤسسة بمزيد من الانسحاب
الأمريكي من التفاصيل، وهو ما سيترك فراغا أكبر في المنطقة العربية ويحمل الفاعلين الإقليميين مسؤولية أكبر في الملف الفلسطيني. مثلا يبدو ترامب على وفاق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. طبعا بنيامين نتنياهو قال أنه هذا هو الصديق الحقيقي لإسرائيل، بالذات طبعا في مسألة رفع يد أمريكا عن رعاية المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. كان هذا مطلبا إسرائيليا، طبعا كان مطلب نتنياهو الذي دعا إلى مفاوضات مباشرة من دون رعاية دولية وغير قائمة على أساس القرارات الدولية في حروب المنطقة ونزاعاتها. طبعا يفضل ترامب التعاون مع روسيا وتحميلها مسؤوليات أكبر في مقابل التخفيف من المسؤوليات الأمريكية في الصراع في سوريا أو في مواجهة تنظيم الدولة. يرفض ترامب عمل أمريكا على بناء الدول كما حصل في العراق، ويراه مكلفا وفاشلا، وليس هو معنيا بعقيدة نشر الديمقراطية ولا الضغط من أجل إصلاحات تتعلق بحقوق الإنسان. لا يعني هذا الانكفاء بأوجهه المتعددة انسحابا أمريكيا كاملا من منطقتنا والعالم، لكن يعني مزيدا من الفراغ الذي يجب أن يملأه الفاعلون الإقليميون في ظل أزمة الإمبراطورية التي أضرها توسعها وتمددها. يعني الآن لا يغادر النقاش عند حلفاء أمريكا من العرب أو الأوروبيين الذين هم في حالة صدمة وإحباط من تخاذل أمريكا. حتى الكتاب في حالة صدمة، يعني الجميع كل من يكتب عن ترامب هو في حالة صدمة، ويظهر ذلك جليا في كتاباته. يعني لا أحد مصدق أن دونالد ترامب أصبح رئيسا. هناك تفاؤل وهناك تشاؤم عند البعض. هناك تفاؤل عندما تسأل البعض يقولون لك بأن الأمريكيين يستحقون شخصا كدونالد ترامب، يعني هم يستحقون ذلك. وهناك تشاؤم أيضا من أن سياسة هذا الرجل المجنون ستجلب على العالم مزيد من الحروب والخراب. يعني إذا لم يفعل شيئا فهو سيتجه أيضا إلى أن لا يفعل شيئا، يعني ما في عنده حل وسط، يا بيعمل يا ما بيعمل. هذا التحول الأمريكي الآن تجاه القضايا أو قضايا المنطقة لم يستوعب بعد. الجميع في حالة صدمة، الجميع في حالة ذهول، وهو ما يعطل أيضا التفكير بما يجب عمله لملء الفراغ في هذه المنطقة. البعض يقول يعني أنه وتذهب أمريكا، يعني أمريكا ليست لسنا نحن من أدخلناها بيننا، وإنما هي دخلت عنوة وأمسكت بجميع أو أمسكت بكل شيء في 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 دول في الدول العربية، بمفاصل الدول العربية أيضا، وهي الآن تنسحب. يمكن اكتفيت أو شبعت. يعني طبعا التحول الأمريكي مثل ما قلنا سيلقي صوب الانكفاء بظلاله على علاقات أمريكا بعدد من حلفائها في منطقتنا والعالم، وهو ما يستحق مراقبة ودراسة جدية لحجم هذا التحول في العلاقات وأثاره بعيدا عما اعتدناه في تحليل علاقات أمريكا بحلفائها. سمعنا شوالة الصحف للأسبوع للاستماع لحلقة البيست أوف. فيكن تتابعوا صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. إلى اللقاء. ولك أنا ما أتركم مليون مرة، اقروا ما تحلقوا.